يا حبيبي نحن عندنا الماركت بلاك ماركت اصلا، البياعين الاصليين هذيلا بلاك ماركت. ودي تقول شت حياتك. بكم قل لي اياها بالدرهم بليز؟ بالدرهم اعطني اياها. انا ليترلي اذا كان السعر اكسبتبل ممكن صدق والله اقول لك يا صديقي اندوك فلوس. انا ابى 3090، ابى 3090، انسى الموضوع. انا ما انا دوم اشتري التوب تير، بس ابى كارت معين 3090، مش اي 3090، ابى ايسوس تف او ايسوس تريكس. هي لا في سبب بقول لك اياه، في سبب. كاباسيترز لا لا، عشان الكاباسيترز اللي في الكارد باقي البطايق فيهن مشكله، يستوي لهن كراش. كل البطايق اللي تصنعت غير ايسوس فيها المشكله من الاخر. عشان كذي حتى لو الحين بتطالع الاسعار عندكم في الكويت، اغلى بطاقه بتكون ايسوس تف وايسوس تريكس. بطايق ايسوس كلها اغلى من اي بطاقه ثانيه، وفرق شويه يعني مش بسيط. انا ما اكلمك عن الكميه، اكلمك حاليا على هذيل البطايق اللي ما فيها مشكلة. انا ما اعرف فيها مشكلة للاسف. خلك على 2070 سوبر يا صديقي، يعيشك لين ما عادي خلاص. شو تسوي؟ سوي لك انفايت. عادي. دقيقة، اصلا انا في اي سيرفر؟ انا في البحرين. انت في اي سيرفر؟ يا صديقي ندخل عندك. والله ما سويت جوين ولا سويت انفايت. جوين يس. قاعد العب بالكنترولر فسوري، قاعد ادور على الفصوص اللي تسوي الاشياء. هي قاعد اجرب، تعرف شويه كنترولر شويه ماوس كيبورد هالايام. لا انا من ايام السوني 2 اقول لك العب بالكنترولر. ف تعرف مخك متعود على شيء، مرات يكون احسن عندك الايم من الشيء الثاني. بالضبط، فيغطي على الزباله اللي عندي، يغطي على الزفت اللي عندي. شوف المشكلة يا صديقي مش في الايم، المشكلة في ان كل انسان عنده شيء في مخه اسمه رياكشن تايم. انا الرياكشن تايم مالي تعبان. تعبان Introducing your champion. I am really good at this. You should be too. In frames. Hey Nick, hey 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 hey. I'll take it. Oh, okay. I don't need souvenirs. Every scream is encoded. Land there if you know it's good for you. Stay out of my way. We got people dropping next to us, by the way, so keep an eye.
سلم يعني والله في سبيت فاير فيرست بلاد ماك از كود اي ام تيكينج فاير فريندز بس واحد من هلو بنشرد مع الراندوم بنشرد مع الراندوم انا داون يب انا عند الها قاعد يصير واتش اوت اي ثينك ذا روشن يس جيت اوفر هير يب ام غانا يوزينج جامب درايف ذير بيهايند ذا كفر ام داون ريتشارجينج شيلدز Dig. Watch out, they can still hit. I am taking fire, friends. Getting my shields are getting shot. In the house, and I'm gonna use the super in the house. Recharging shields. Shops open for business. I'll throw in a few extra bullets, just for you. Recharging my shields! Can't get out! Let's see what we have over here. Enemies. They're cracked. Gonna die. Revenant, take out. One is cracked, by the way, and very low on the roof. It's Tone 228 says. Yeah, GG, dude. GG. والله قاعد العب عبالي راندوم. وتوني بقول راندوم ليش نزلتنا في المكان الخايس. ادري تراني باقي لي يمكن وين. مش وين حتى جيم واحد وصل. ليترلي باقي لي شوف
هاي شو اقول لك شيء، خلني العب رانك بروحي جيم واحد احصل هالرانك اب. وين اللي بارتي ان شاء الله باذن الله انا اكون الجيم ماستر في الجيم اللي بيجي الحين عشان الخرة يعني الراندم يكون الجيم ماستر. موضوع الهوت دروب اللي صدق ما اداني فك ها سكرت اللعبة ورديت افتحها بيكون عدل يعني. بس الت فور ابيكس تفك لول ولي قاعد يلعب وول بيبر انجن، ما اعرف شو هاي وول بيبر انجن صراحة. خلنا نشوف ستيم. عادك ما شفت دوكي دوكي كابتاو. واو، ندعوك لحضور حدث إطلاق لكسس 2021 الجديد كليا 5 ديسمبر. تعال وحصل كورونا فري. كان جيم هذا اللي ما يبون يدخلون اياه. طبعا ها كله عشان نجرب اذا اصلا بيدخلني معاك اذا انا جولد 5 وانت هي. بس 1 رانك بالنسبة للعبة ممكن تكون من 4 ل 5 مثلا ولا 3 ل 4، عرفت؟ بنشوف، لان باقي الالعاب كذي الوان رانك اللي هو من 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 واحد للي فوقه على طول، يعني مش حتى النكست تير. اوكي اول ما تقرر اللعبة انها تشغلني. بس قاعد تسوي لودينج، ما اعرف شو استوى. في يتم يسوي لودينج على الصورة مالت باثفايندر وهورايزن اللي بداية اول ما تشغلها.
يلا خلص علي. شو سويت؟ تميت تري ولا سكرت فتحت؟ سكرت تحت. اوكي يعني تميت تري يعني هاللودينج. فاك اوكي اوكي اول مره اشوفه صراحه الشيء يتاخر كذي. ريسبون انترتينمنت سوى علي والله باي ديفولت حاطين البحرين ليش؟ بطل اشرق فيديو بتزوع ضحك. ان شاء الله بس يكون عدل الشات موجود ما يروح. اوكي نايس. كيف اخذ اللينك هذا كذي؟ حط لك اياه في الديسكورد بحطه في الشانل هنا حتى. خذ لك واحد واللينك الثاني يا طويل العمر هذا. زوع من ضحك. انا ادري قاعد اطالع اللودينج هذا اللي ما خلص. يا اخي طول كذي مش معقوله. تاسك مانجر هي هني هني في ال في الجنرال. طال الشباب يزعون بعد كلهم يلعبون ابيكس تقريبا صح؟ خلهم يزعون بعد معانا. في فيديو هنا انا حطيت ترى واحد الشانل ماله واحد الشانل مال ابنه. هو يلعب في الاثنين مرات يعني. ف الشانل ماله لا هو يلعب فيه بس بروح. ففي هايلايتس عرفت؟ لا تطالع ثلاث ساعات ستريم ما شو لا يكون هو مسوي اصلا من الساعة كي هايلايتس ما هايلايتس من كل ستريم. طر يا ابيكس خرا ايش فيه؟